هذه الحيلة دخل نبيل بن عبد الله البرلمان بدون جواز الترقيح. كشفت مصادر مطلعة أن نبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية تجنب إحراج أمن مجلس النواب خلال مطالبته بجواز الترقيح عند دخوله إلى المؤسسة المذكورة بحر الأسبوع الماضي للمشاركة في يوم دراسي نظمه فريق الكتاب بالغرفة الأولى. وأضافت المصادر نفسها أن موظف الفريق نصح بن عبد الله بألا يدخل راجلا إلى المجلس لكي لا يتعرض لطلب الجواز. وبالفعل حسب جريدة الأخبار تم إدخال نبيل بن عبد الله بسيارة كما يفعل الوزراء لتجنب إحراجه مع رجال الأمن، خصوصا أن بن عبد الله قاد حملة إعلامية وسياسية لتوقيع عريضة إلكترونية إلى جانب نبيل منيب وأمين ماء العينين لرفض إلزامية جواز ترقيح في بعض الفضاءات والإدارات العمومية.